السلام عليكم، تحية طيبة أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، والتي نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أن نأخذكم في جولة لأهم العناوين. في القدس العربي، عقوبات أمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي لدوره في قمع المتظاهرين. في الزمان، تفريق متظاهري الحبوب بالقوة واغتيال محام في الشطرة. في موقع الحرة، ابتزاز وتصفية خلافات، عراقيون يعانون من اتهامات مزيفة بالانتماء لداعش. في صحيفة الاتحاد الإماراتية، الحكومة اليمنية تشدد مطالبتها بإدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب الدولي. أما في الخليج الإماراتية، فجنيف تحتضن الأربعاء لقاء ليبيا لتسوية ملف السلطة السياسية. في العربي الجديد، تويتر تعلن حجب حساب ترامب تحسبا لمزيد من التحريض على العنف. وآخر هذه العناوين، في الشرق الأوسط، ترامب يقاطع حفل تنصيب بايدن ودعوات للعزل تحاصره. يقولون في علم المنطق إن أسوأ المقدمات تنتج أسوأ النتائج، ولو درى المناطق ما سيجري في العراق لقالوا إن المنطق لا يعمل في العراق، فمقدماته بعد الاحتلال كلها فاسدة وغير منتجة. صحيفة الميثاق الوطني تقول في افتتاحيتها إن واقع ما يجري في العراق لا يستقيم مع عقل أو منطق أو حجة أو فكر سليم. الاحتلال لم يسلم إلا إلى خراب وسلب سيادة وانتهاك حرمات وسرقة ثروات وتضييع موارد وهلم جرى، والنظام السياسي الطائفي والعنصري فيه لم ينتج ولن ينتج إلا طائفية سياسية ترعاها وتحميها مناهج أحزاب عريقة في الفساد، هدفها وديدنها النيل من وحدة الشعب والتصدي لكل طرقه للاستقلال والخلاص والانعتاق، ولو استدعى ذلك استعمال الحديد والنار والقهر والاعتقال والتعذيب والاختطاف والتغييب. وشتان شتان بين المدعى والحاصل والمؤمل والواقع، وشتان شتان أيضا بين صدق الشعب وكفاحه وعزمه وجهاده، وبين باطل المتصدرين للحكم بقوة غيرهم ومال العراق وسلاح المحتل. وعلى الرغم من كل ذلك، فما زال الصراع قائما ولم ينته، وما زال رحم العراق واللادن بشباب يضحون من أجله ويتجاوزون أطواق الفساد والقهر ويكشفون عن باطل ما يجري في بلادهم وما يخطط لها في قابل الأيام من قيود جديدة تحت مسميات الانتخابات والديمقراطية والتغيير والتمثيل للشعب وغيرها من سياقات باتت معلومة المقاصد ومكشوفة الأهداف. إن ثورتنا الحقيقية ونهضتنا الوطنية تحتاجان إلى وعي كبير بفساد ما يصنع في العراق، فعماد التغيير المنشود هو الوعي بمفاسد الأحزاب المهيمنة وأساليبها في إعادة تدوير نفسها وتزويق أشكالها وتغيير وسائل ضمان بقائها في السلطة. وتختتم الصحيفة بالقول إن التغيير المنشود لن يكون إلا بالإيمان الصادق الذي لا شك فيه بأن خلاص العراقيين واستقلالهم ووحدتهم ينبغي أن يكون عبر عمل جاد وصادق وخالص من أي تبعات أو علاقات بمنظومة الحكم القائمة، وأن ثورة التغيير لابد لها من ثورة في الأفكار والتصورات والطرق المجدية لتحقيق أهدافها المنشودة، بعيدا عن باطل ما تموه به أحزاب السلطة تكذب فيه وتروجه للعالم الخارجي.
في صحيفة الزمان كتب فاتح عبد السلام عن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على رئيس ميليشيا الحشد فالح الفياض. الكاتب يتساءل: هل هذه العقوبات رسالة أمريكية في أن الأيام الأخيرة من حقبة ترامب فيها المزيد من القرارات التي تخص العراق الذي بدا وضعه غائما بين فكي الكماشة الأمريكية الإيرانية؟ لا تبدو هناك قراءة واضحة مستقرة لاستخدام سلاح العقوبات الفردية من وزارة الخزانة ضد اسم واحد أو بضعة أسماء محددة بين مئات الأسماء التي تتصدر المشهد السياسي أو الأمني في العراق. العقوبات ضمن سلطة الخزانة الأمريكية هي نهج عام لا يختص بحكومة حالية أو مقبلة، لكنها بحد ذاتها لا تعطي قراءة متكاملة للنيات الأمريكية في التصرف إزاء العراق الذي يعيش مرحلة الانتظار المضنية في هذه الحرب التي تكاد تخرج من البرودة إلى السخونة بين واشنطن وطهران. لا يمكن فصل منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي عن سلطة رئيس الحكومة العراقية مهما كانت الميليشيات والفصائل تدين بالولاء بحسب ما تصرح به لإيران، ذلك أن تمويل الحشد وهيكله الإداري منصوص عليه بقانون حظي بمباركة البرلمان، كما لا يمكن أن تكون القراءة للقرار شخصية في عملية ضغط أمريكي لاستبدال مسؤول مكان آخر عبر آلية العقوبات. في الوقت نفسه لا يأتي التبرير الأمريكي للعقوبات مقنعاً بشأن الانتهاكات ضد أبناء انتفاضة تشرين، ذلك أن الحكومة السابقة عملت من خلال خلية أمنية فيها أسماء كثيرة، كما أن رئيس الحكومة السابق كان في سدة صدارة القرار العراقي الأمني بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة. الكاتب يشير إلى أن واشنطن سكتت سكوت الأموات على النهاية المأساوية التي قمعت فيها المظاهرات في ثورة تشرين من دون أن تذرف دمعة واحدة على الضحايا، فيا ترى هل قررت الآن أن تذرف الدموع؟ في العراق اليوم هناك أكثر من 265 حزباً رسمياً، وجميعها ترفع شعارات كبيرة وعريضة تدور حول الوطن والمواطن والكرامة والحرية والرفاهية وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد ونشر الديمقراطية وغير ذلك من الشعارات البراقة المنمقة التي صيغت بعناية فائقة وربما صرفت على صياغتها وترويجها ملايين الدولارات. هذا ما أشار إليه جاسم الشمري في مقال بموقع عربي 21. المتابع لتصنيفات الأحزاب العراقية يجد أن هنالك أكثر من 30 حزبا ذات صبغة إسلامية شيعية وغالبيتها ضمن قطار العجز المركب في العمل السياسي العام، وهي أحزاب تمتلك قنوات فضائية ووسائل إعلام كبرى تنفق عليها ملايين الدولارات سنوية ولا أحد يدري من أين تأتي تلك الملايين. إن غالبية تلك الأحزاب وبالذات بعد ثورة تشرين هربت نحو تأسيس واجهات ثانوية في إطار أحزاب جديدة، وأعطيت قيادتها في الظاهر لشخصيات شابة مستقلة، لكنها في الحقيقة تدار من القيادات القديمة المجربة. لكن السؤال الأبرز: أين أثر هذه الأحزاب في الشارع العراقي؟ الغالبية المطلقة من شعارات الأحزاب القديمة لم ترى النور لأسباب حزبية ذاتية، أو ربما لعدم إمكانية تطبيقها على أرض الواقع المليء بالعقبات والمخاطر التي لا يمكن أن تتقبل أي شعارات غير واقعية بسهولة. المؤامرة الكبرى على العراق والعراقيين هي محاولة نشر الجهل المقدس بين المواطنين، وكل ذلك من أجل استمرار حالة خداع الجماهير وبقاء المخربين لأطول فترة ممكنة في حكم البلاد. الشعارات البعيدة عن الواقع والتي تصور الخيال على أنه حقيقة وأن المستحيل في متناول اليد، هذه الشعارات سامة وهدفها إطالة أمد الخراب والبقاء في حالة التيه الفكري والسياسي. وبحسب الكاتب فإن التجارب أثبتت أن الديمقراطية المزيفة أو الهشة أو السائبة هي أشد ضرراً على المواطنين من الأنظمة الشمولية التي تحفظ الأمن وتصون سمعة الوطن والمواطن.
قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية إن الضغوط والصعوبات تزداد على اللاجئين السوريين في لبنان، لكن ذلك لن يدفعهم للعودة إلى سوريا، خاصة مع استمرار الحرب. أضافت المجلة أنه على الرغم من أن اللبنانيين عاشوا عاما صعبا، خاصة في ظل انهيار العملة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، غير أن عواقب الأزمات اللبنانية كانت أكثر وطأة على اللاجئين السوريين الذين يعيشونها هناك. تقول الأمم المتحدة إن أوضاع اللاجئين في لبنان مزرية، إذ يعيش 89% منهم في فقر مدقع، وكانت النسبة 55% في عام 2019، ما يعني أن دخلهم يقل عن 309,000 ليرة لبنانية في الشهر، وهو مبلغ أقل من نصف الحد الأدنى للأجور في البلاد. ويشير التقرير إلى أن بعض السياسيين مثل وزير الخارجية السابق جبران باسيل انخرطوا في إثارة الغضب الشعبي تجاه اللاجئين، محملين إياهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي في لبنان. وزادت الحكومة اللبنانية بدورها وفقا للتقرير من الضغوط على اللاجئين وكثفت القيود عليهم، كما فعلت أيضا مع عمليات الترحيل. ودعت السلطات اللاجئين للعودة إلى سوريا على الرغم من تحذير جماعات حقوقية بأن سوريا ليست بلدا آمنا للعودة. وشهد لبنان خلال السنوات الماضية بين الفترة والأخرى حملات عنصرية وخطاب كراهية ضد اللاجئين ودعوات إلى ترحيلهم. وتعرض مخيم للاجئين السوريين في شمال لبنان للحرق بعد خلاف بين لبنانيين وسوريين. هذا وأشار التقرير إلى أنه عندما استضاف نظام بشار الأسد مؤتمرا في سوريا لحث اللاجئين على العودة، كان لبنان البلد العربي الوحيد الذي أرسل وفدا للمؤتمر. وتشير المجلة إلى أنه على غرار السوريين في كل من تركيا، مصر والأردن، لا يخطط اللاجئون السوريون في لبنان للعودة إلى سوريا في غياب تغيير حقيقي، ففي ظل استمرار نظام الأسد فإن التغيير الحقيقي غير متوقع. وقفت أمريكا والعالم مشدوهين يوم الأربعاء الماضي أمام مشهد اقتحام مبنى الكونغرس في واشنطن من أنصار الرئيس ترامب الذي حرضهم هو نفسه على العنف، بذريعة أن الانتخابات الرئاسية سرقت منه. أسامة أبو الشيد يقول في صحيفة العرب الجديد إن العظمة الأمريكية كانت تتهاوى أمام شاشات التلفزة، وبدت صور عصابات بيضاء متطرفة وهي تعبث برمز الديمقراطية الأمريكية المقدس وتدنسه. ما جرى كان وصمة عار في جبين الديمقراطية الأمريكية، جعلت منها محل سخرية بين خصومها الذين لطالما جرعتهم من الكأس نفسها. الأخطر أن ما جرى، وهو ما لم تنتهي فصوله بعد لحظة كتابة هذه السطور، قد تكون له تداعيات مستقبلية كارثية آنية وفي المديين المتوسط والبعيد. تعيش أمريكا اليوم انقساما مجتمعيا حادا، عموديا وأفقيا، وهو ما قد يزداد عمقا وتتسع هوته، خصوصا في وجود سياسيين انتهازيين وأديولوجيين سطحيين نافخين في كير الكراهية. اللهم أن تكون هناك إرادة وقدرة على إنفاذ مشروع إصلاح وطني شامل ومتبصر، وهو أمر مشكوك فيه في ظل المعطيات الراهنة إن لم يكن مستحيلا. هناك حديث في الولايات المتحدة ومن أقطاب كبيرة في مؤسسات الحكم والفكر والإعلام عن أن الديمقراطية الأمريكية هشة. لقد عراها ترامب، بل فضحها على رؤوس الأشهاد، ولا يمكن لأحد أن يجادل بعد اليوم أن في أمريكا شرائح مجتمعية واسعة وعريضة تعاني من جهل مطبق وعنصرية بغيضة وكراهية عميقة وعنف متأصل فيها. هي مجرد براميل بارود تنتظر صاعقة تفجير، وكان ترامب واحدا من تلك الصواعق. وحتى إذا تجاوزت أمريكا حقبته، فإن براميل البارود هذه ستبقى جاهزة للانفجار في انتظار صاعق جديد الذي لن يطول أمد غيابه.
الكاتب يرى أن ما شهدته الولايات المتحدة من أحداث في السنوات الأربع الماضية وما زالت تحت رئاسة ترامب ما هي إلا تعبيرات عن أزمة بنيوية يعيشها النموذج الأمريكي. وإذا كانت واشنطن قد سقطت في السادس من شهر كانون الثاني الجاري، فإن ذلك ينذر بانهيار كامل لذلك النموذج في السنوات المقبلة. وقد يذهب الأمر إلى أبعد من ذلك وصولا إلى تفكك الولايات المتحدة نفسها بأيدي أبنائها. قالت صحيفة واشنطن بوست إن عدداً من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشوا مسألة تفعيل التعديل 25 الذي يتيح للحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بينس عزل الرئيس وإبعاده عن مهامه. وقالت الصحيفة إن تلك النقاشات جرت بشكل غير رسمي وأنه لا يوجد مؤشر على خطة فورية لتنفيذ الأمر، وأن الغاية من ذلك النقاش هو منع ترامب من القيام بأي تصرفات الأخرى غير مقبولة على غرار ما حدث من سكوت على اقتحام مبنى الكونغرس. بحسب بعض مستشاريه، فإن ترامب بقي لوقت طويل يدافع عن سلوك أنصاره وأعمال الشغب التي قاموا بها قائلا: ظل الغالبية العظمى منهم سلميين، ماذا عن أعمال الشغب التي وقعت هذا الصيف؟ ماذا عن الطرف الآخر؟ لم يهتم أحد عندما قاموا بأعمال الشغب، أنصاري مسالمون وليسوا بلطجية. ونقلت الصحيفة عن مساعدين لترامب دون أن يكشفوا عن هويتهم أنهم شعروا باستياء شديد وغضب جراء الأحداث التي جرت في مبنى الكابيتول، ووصف أحدهم سلوك ترامب في التعامل مع الأزمة الأخيرة بكلمات قاسية، إذ أن ترامب رفض لمدة 24 ساعة إدانة التصرفات أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس قبل أن يظهر في تسجيل مصور يدين فيه ما حدث ويتوعد بمحاسبة المعتدين. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة إن ترامب كان في حالة مزاجية سيئة واتخذ موقفا دفاعيا، وكان الجميع يدركون أنه ارتكب خطأ فادحا. وأشار المسؤول إلى أن ترامب كان غاضبا جدا من نائبه مايك بينس، مشيرا إلى أنه كان منزعجا للغاية من خيانته، وكان يردد طول الوقت: لقد صنعت ذلك الرجل وأنقذته من موت سياسي، وفي النهاية طعنني في ظهري. وبحسب الصحيفة فإن ترامب كان قد رضخ لفكرة إدانة ما حدث في الكابيتال بعد أن رأى أن الكثير من المقربين له قد تخلوا عنه وهاجموه بشدة، مثل ما فعل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والسيناتور الجمهوري البارز ليدنسي غراهام. ابتكر باحثون من جامعة سنغافورة جهازا يبخر العرق ويحوله إلى طاقة كهربائية، ويمكن تضمينه في الأقمشة أو بطانات الأحذية واستخدامه لشحن الأجهزة الإلكترونية. ويتكون الجهاز الذي يمكن استخدامه أكثر من 100 مرة من غشاء رقيق من مادتي كلوريد الكوبالت والإيثانولامين شديدتي الامتصاص للرطوبة، ويجمع الجهاز الشحنات التي يمكنها إنتاج حوالي نصف فولت من الطاقة بعد امتصاص الرطوبة، والتي تكفي لتشغيل مصباح LED أو أجهزة تتبع للياقة البدنية مثل الساعات. وقال المهندس تان سوي تشينغ مؤلف الدراسة إن الجهاز الجديد يمتص الرطوبة من العرق بنسبة أعلى 15 مرة من الأجهزة المعتادة وأسرع منها بست مرات. إلى فقرة الكاريكاتير.
بهذا نختتم حلقة اليوم من صدى الأقلام، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.